صباح الخير علي زميلتي رهام، صباح الخير علي شان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة دبليو تي في الفضائية. اليوم راح ناخذكم بآخر ما جاء من عناوين وأخبار في الصحف المحلية دائما وأبدا. بالتأكيد نبدأ مع صحيفة الصباح، عنونت حماية الحدود على طاولة مجلس الأمن الوطني. نقرأ الخبر: ناقش مجلس الأمن الوطني خلال اجتماع ترأسي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الأوضاع الأمنية في عموم مناطق البلاد والخطط المتخذة لحماية الحدود، مشددا في الوقت ذاته على تكثيف الجهد الاستخباري والتنسيق بين مختلف الصنوف الأمنية، وأيضا إجراءات واسعة لتطويق أضرار الأمطار والسيول. اتخذت الإدارات المحلية في المحافظات والوزارات إجراءات آنية ومستقلة للإسراع بتطويق الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار والسيول التي اجتاحت العديد من المناطق في أرجاء البلاد كافة خلال اليومين الماضيين، فضلا عن إعادة الخدمات الأساسية وتوزيع الأغذية ومياه الشرب بين العوائل المتضررة. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الموارد المائية خزن كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول وتصريف الفائض منها إلى نهر دجلة وبحيرة الثرثار. دائما مع جريدة الصباح: هزة أرضية تضرب عددا من محافظات العراق. ضربت هزة أرضية مساء أمس الأحد معظم محافظات العراق بدون أي خسائر بشرية أو مادية تذكر، وكان سكان بغداد وكذلك محافظات كركوك وسليمانية وديالة ودهوك والنجف وأربيل ومناطق أخرى من البلاد قد شعر بالهزة التي استمرت لدقيقة والتي كان مركزها شرق إيران، فيما ذكرت مديرية الدفاع المدني عدم تسجيل أي ضحايا أو خسائر مادية. وأكد مركز المسح الجيولوجي أن الهزة مركزها إيران بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر. ننتقل إلى جريدة الصباح الجديد، وعنوان التحذيرات من تصعيد خطير بين الإصلاح والبناء ومخاوف من بقاء الحقائب الأمنية شاغرة. دعت كتل سياسية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى عدم تجاوز إدارتها في تقديم المرشحين للحقائب الحكومية الشاغرة، مشددا على أهمية حصول توافق ما بينها لا سيما على الوزارات الأمنية، محذرا من اللجوء إلى التصعيد والتراشق الأعلامي. وأيضا في جريدة الصباح الجديد: تصريف المياه بدجلة يبلغ 3000 متر مكعب في الثانية والسيول الشرقية بدأت بالانحسار. أفادت وزارة الموارد المائية أن تصريف المياه بنهر دجلة بلغ 3000 متر مكعب بالثانية بسبب الأمطار، في حين أكدت سيطرتها على كميات المياه الواردة من شرقي البلاد. وقالت الوزارة في بيان أن البلاد شهدت سقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة نتج عنها سيول أغلبها وردت إلى نهر دجلة في القاطع الشمالي، مبينة أن تصريف النهر وصل إلى أكثر من 3000 متر مكعب. وأيضا في جريدة الصباح: مصرع وإصابة 195 شخصا جراء الأمطار، هو أكثر من 5000 أسرة نازحة مهددة في مخيم عامرية الصمود. توفي 17 شخصا وأصيب 178 آخرون بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدة محافظات بوسط وشمال البلاد خلال اليومين الماضيين. وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بيان تلقته الصباح الجديد نسخة منه، أفادت من بينهم 6 من واسط، وفيما وجه قائم مقامات قضاء عمرية صمود محافظ الأنبار شاكر العيساوي رسائل إغاثة إلى وزارة الهجرة والمهجرين. وأيضا سجون نينوى تكتظ بإرهابي داعش ومحاكمتهم تسير ببطء. حذر مجلس محافظة نينوى من بطء سير عملية محاكمة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وتزايد أعداد المعتقلين في سجون المحافظة، داعيا الحكومة المركزية إلى بناء سجون جديدة وزيادة عدد القضاء المعنيين بالتحقيق في القضايا المتعلقة بالإرهاب. ننتقل إلى جريدة الزمان، وعنونت: هزة أرضية تضرب بغداد والصحة تعلن ارتفاع ضحايا السيول. ضربت هزة أرضية أمس بغداد وضواحيها مثيرا هلعا لدى السكان الذين أحسوا بها في نحو الساعة 47 دقيقة. هذه هي المرة الثانية خلال عام واحد تتعرض العاصمة إلى هزة مماثلة دون وقوع خسائر بشرية. دائما مع صحيفة الزمان: المفوضية تمنح 10 أحزاب إجازة
تأسيسه. صدق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على منح إجازة تأسيس لعشرة أحزاب جديدة. وقال المجلس في بيان أن قرار المصادقة على منح عشرة إجازة تأسيس في اجتماع له يوم الخميس الماضي مؤكدا أن تلك الأحزاب استكملت جميع الإجراءات وتطبيقات التعليقات الصادرة على المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانونية الأحزاب السياسية المشروعة من قبل مجلس النواب. دائما مع جريدة الزمان، امرأة تشترك مع ولدها بسرقة منزل شقيقها في الناصرية. طبعا هذا خبر غريب. ألقت شرطة محافظة ذي قار القبض على امرأة قامت بمساعدة ولدها بسرقة منزل شقيقها في الناصرية. وقال بيان أن المحققين في مكتب مكافحة إجرام الناصرية تمكنوا من كشف ملابسات جريمة سرقة الذهب وبندقية نوع كلاشينكوف في منزل في شارع بغداد بالناصرية خلال وقت قياسي، وألقت القبض على مرتكبيها وضبطت المسروقات، موضحا أن جريمة السرقة وقعت قرابة الساعة 8 مساء لدى خروج صاحبة المنزل إلى عيادة طبية مجاورة بقصد التداوي. ننتقل إلى صحيفة المدى. ودائما وأبدا السيول تشرد آلاف المدنيين وتدمر 6000 خيمة للنازحين. زادت السيول التي اجتاحت مناطق متفرقة من البلاد وخاصة الواقعة إلى الشمال من العاصمة بغداد من حد أزمة النازحين المستمرة منذ 4 سنوات. فبدلا من إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، أصبحت الحكومة تبحث عن خيم جديدة عوضا عن التي دمرت في موجة الفيضانات الأخيرة. وسلطت أزمة الفيضانات الأخيرة الضوء على سوء الخدمات والبنى التحتية والفساد الإداري والمالي في مناطق متفرقة من البلاد. دائما مع صحيفة المدى، اتفاقيات أولية بين سائرون والفتح على تمرير 8 وزارات. تشير تسريبات إلى توصل كتلتي سائرون والفتح إلى اتفاق متقدم بشأن ما تبقى من الكابينة الحكومية عبر موافقة سائرون على طرح اسم فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، وترك خيار استيراد إلى أعضاء البرلمان مقابل منح سائرون الأحقبة في اختيار وزير الدفاع. وأيضا مع صحيفة المدى، هزة أرضية تضرب جميع المحافظات. ضربت هزة أرضية مساء الأحد العاصمة بغداد وبقية المحافظات، وبحسب مختصين فإن الهزة كانت بنسب متفاوتة بين المحافظات، ولكن سكان المحافظات شعروا بها. وبعد ساعة من الهزة أعلن الدفاع المدني أنه لغاية الآن لم تصلنا أي أخبار بوجود خسائر أو انهيار مباني بسبب الهزة. ننتقل إلى جريدة طريق الشعب، عنوانها ضحايا السيول أكثر من 200 والأمم المتحدة تبدأ بإغاثة المنكوبين. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع ضحايا السيول والأمطار الغزيرة إلى وفاة 21 شخصا وإصابة 180، فيما كشف الأمم المتحدة عن بدئها في إغاثة العوائل المنكوبة. وذكرت وزارتا التجارة والنفط مباشرتهما في إرسال مواد غذائية ومحروقات للأسر المتضررة من السيول، في حين بلغت حصيلة الهلاكات الأولية للأضرار التي لحقت بالمواشي والأراضي الزراعية الواقعة في قضاء الشرقاط 1500 رأس من الأبقار والأغنام، وتلف نحو 2000 دونم. وأيضا مع صحيفة طبعا طريق الشعب، الإعلان عن مداخل المنطقة الخضراء المقرر إعادة فتحها. كشف كاتب الرسمي صادر عن امرأة مفرزة من المنطقة الخضراء موجة إلى قاطع مرور الكرخة الجنوبي عن أسماء مداخل المنطقة الخضراء المقرر إعادة فتحها. وجاء في الكتاب الرسمي الموقع في عقيد المرور وليد ناجي على أمر مفرزة مرور المنطقة الخضراء أن المداخل المقترحة هي مدخل تقاطع دمشق من جانب الكرخ باتجاه تقاطع عمان وصولا إلى ساحة المقاتل باتجاه الجسر المعلق وصولا إلى ساحة الحسنين عند جسر الطابقين. طبعا كان هذا كل ما لدينا في أخبار الصحف، وهذه عودة إلى الزملاء في الاستوديو.